أشاد الرئيس السيسي بمساعي العراق لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار. وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستكون عونا للشعب العراقي وتطلعاته لكي تصبح دولة العراق إحدى قلاع العروبة. وتثمن مصر غاليا في هذا الصدد الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق بكافة أطيافه في مواجهة هذه التحديات، وما حققته الدولة العراقية من إنجازات مهمة سمحت باسترجاع دور مؤسسات الدولة والقضاء على مشروعات الإرهاب الظلامية وتحقيق أمن واستقرار وسيادة البلاد وصون وحدة نسيجها الوطني. كما لا يفوتني أن أشد بمساعي الدولة العراقية على صعيد إطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة تنموية شاملة من خلال التوظيف الأمثل لإمكانيات وقدرات وموارد البلاد.